العلاج بسورة ياسين. سورة ياسين حقيقة هي سورة الشفاء، وكثير منا يغفل عنها. هذه السورة العظيمة فيها من الأسرار مئات الأسرار، ولكن أنا اليوم سأقتصر على إعطائكم 7 فوائد ربما يجهلها الكثيرون. وبالفعل هي الشفاء لما في الصدر، هي سورة الرزق، هي السورة التي يحفظك الله بها، هي السورة التي يرحمك الله بها أيضا، هي السورة التي تقرأها أثناء الموت أو تقرأها على من مات، أو تقرأها وتهب ثوابها لمن مات وسيصل هذا الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسورة ياسين هي دعاء، في معظمها دعاء أيها الأحبة. إنسان عزيز عليك ما فإذا قرأت له سورة ياسين ثوابها يصل، لأنها هي نوع من أنواع الدعاء ونوع من أنواع الذكر. من هو على قيد الحياة أيضا يستفيد منها كعلاج كشفاء. سنشرح الآن هذه الأسرار أيها الأحبة. نحن عندما نقول ياسين، أنت هنا أولا كل حرف تكسب 10 حسنات، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف. هذا قبل كل شيء، مجرد أن قلت ياسين 20 حسنة، كل حسنة من هذه 20 حسنة خير من الدنيا وما فيها. لماذا أخي الحبيب؟ لأن هذه الحسنات 20 ستبقى ما شاء الله. وهذه السورة طبعا أيها الأحبة حسب الرسم الأول تتألف من 2988 حرفا، ستأخذ 29,880 حسنة خلال 10 دقائق. هذا طبعا السر الأول، سر الثواب العظيم الذي ستأخذه، وهذا مضمون. ونحن نقرأ يجب أن نعلم أن رصيدنا يزداد عند الله. طيب أنا الآن أخذت هذه الحسنات، هذه الحسنات لا تمحى من ميزاتها، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن السيئة لا تذهب الحسنة، والحسنة لا تمحى، السيئة هي التي تمحى. طيب هذا النص الذي يتألف من 5 آيات أيها الأحبة، أول شيء أنت شهدت أن هذا القرآن حكيم، وشهدت أن النبي من المرسلين، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وكأنك تقول يا رب كما هديت حبيبك إلى الصراط المستقيم اهدني إلى الطريق المستقيم. والآية هنا على صراط مستقيم لا تعني فقط هداية الإيمان أو التقوى، لا، كل أنواع الهداية نحن نحتاج أن نكون على صراط مستقيم. قد تذهب إلى 20 طبيب ولا تستفيد شيئا، والعلاج يمكن أن يكون بقربك ومجانا وأنت لا تدري. هذه هي أيها الأحبة الفائدة الثانية. إذن الفائدة الأولى كل حسنة ب10 أمثالها، وهذا ينطبق على كل القرآن طبعا. السر الثاني سورة الهداية، الله يهديك ببركة قراءتك لهذه السورة إلى الطريق المستقيم في حل المشاكل وفي الرزق وفي العلاج، علاج الأمراض، وفي التخلص من الحاسدين، وفي علاج الهموم. اقرأ هذه السورة قبل النوم وراقب الفرق. الفائدة الثالثة أيها الأحبة، أنا لدي هنا آية عظيمة يحدثنا الله فيها، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا كان هناك من يزعجك، من يتسلط عليك، طيب هذه الآية علاج أيضا، تعطيك حماية فتجعل غشاوة بينك وبين هؤلاء فتجعلهم لا يبصرونك. إذن السر الثالث أيها الأحبة أن هذه السورة فيها آيات للحفظ تحفظك من شر الآخرين. الفائدة الرابعة أخي الحبيب، لكي لا أطيل عليكم، أنا أود أن أتذكر معكم قصة ذلك الرجل الذي جاء يدعو إلى الله. عندما أرسل الله 3 أنبياء إلى تلك القرية فقالوا لنرجمنكم، أهل القرية حاولوا أن يعتدوا عليهم بالضرب والقتل، وجاء رجل يدافع عن رسل الله من أقصى المدينة، رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، أأتخذ المال إلها من دون الله. هؤلاء المجرمون أصحاب القرية هذه لم يريدوا أن يسمعوا قول الحق، قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا قتلوه، ويقال أنهم شقوه نصفين. بمجرد أن فارق الحياة ماذا قال؟ هنا أتاه النداء من الله، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هم قتلوه وهو يريد لهم الخير. سورة ياسين تعلمك هذا السلوك، سلوك هذا الرجل الذي توفاه الله على الإيمان لأنه أراد لهم الخير. إذن هذه السورة يمكن أن نقول إنها سورة المغفرة أيها الأحبة، السورة التي تعلمك السلوك الهادئ المتوازن. السر الخامس أيها الأحبة، وقبل أن أنتقل له، هنا آية أنا أود دائما أتذكرها وأتوقف عندها: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه السورة تذكرك، تقول لك انتبه أن تكون من هؤلاء. طيب هنا أيها الأحبة الفائدة الخامسة أن هذه السورة، يعني أنا لاحظت أن فيها ملامح الرزق، لأنها تتحدث عن الأرض التي تنبت، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إذن ضرورة أن تشكر الله ليزيدك الله من رزقه، تذكرك بهذه القاعدة: وكل إنسان يضيق رزقه فليراجع قضية الشكر، هل يشكر الله على كل شيء أم يتذمر ويشكو الله إلى عباد الله. إذن الفائدة الخامسة أنها تعلمك كيف تشكر الله ليزيدك الله من رزقه سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة أيها الأحبة، يوم القيامة، فائدة تتعلق بما بعد الموت، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذه الآية تنبهك لمصيرك بعد الموت. انتبه أخي الحبيب، سورة ياسين فيها تنبيه قوي لمصير الإنسان بعد الموت، سيعذب في حياة البرزخ بأنه يعرض على النار ويرى مقعده من النار، وهذا من أسوأ أنواع العذاب. عندما بعثوا ورأوا أن يوم القيامة قام، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. إذن ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ من شدة ما رأوا من عذاب القبر. بمجرد أن نفخ في الصور يخرجون من الأجداث من القبور ويأتيهم الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن هذه السورة أيها الأحبة تذكرنا بمصير الإنسان بعد الموت. إن كان كافرا سيقول ذلك يا ويلنا، وإن كان مؤمنا ماذا يقول؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تجد أنه يريد أن يسرع بينما الكافر يريد أن يبطئ أن يعود إلى مرقده. صحيح أنه يعذب، ولكن عذاب للنفس، أما هنا أصبح العذاب للنفس والجسد. وتجد أن قولهم سلام قولا من رب الرحيم. آخر فائدة أيها الأحبة، أود أن أذهب معكم إلى آخر السورة، ماذا جاء فيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. على فكرة هذه الآيات مهمة جدا في الشفاء، فكأنك تقول: يا رب أنت الذي جعلت من الشجر الأخضر نارا، أنت أخرجت الحياة من العظام الرميمة، أخرجت الحياة من لا شيء، كذلك ابعثني من جديد، اشفني من مرضي هذا. لسان حالك يجب أن يقول هذا وأنت تقرأ: فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وتختم السورة بآية عظيمة جدا يجب أن نحفظها: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل يا رب، وأنت تقرأ هذه الآية، اشفني ببركة كن فيكون. يجب أن تستيقن 100% أن هذا الإله قادر أن يشفيك مهما كان. وأخيرا: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هنا ينبغي أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتتذكر أن أي مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تتنزل عليك رحمات من السماء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.